أنا من تلاميذ الثورة. من تلاميذ الثورة، رحبوا فيها. حبيت حي كل تلميذ من تلاميذ الثورة. شو اسمي؟ مريم سيداني. أوكي. بدي أقول لهم. شوف وجهك الحلو. بدي أقول لهم إنه نحن حلمي يصير عندي دولة مدنية. بس أول شيء بنوا لي دولة. دولة مدنية يلي فيها الرئيس بيوصل إذا عمل بروجرام اقتصادي اجتماعي مش لدينه ولا لطائفته، لأنه أنا جيل ما بيقبل يعيش بذل. ولا بيقبل ولا بده يهاجر، لانه ربينا على غنيه من هون ما بنفل. فما قلنا حل الا نسور، نحن بعدنا تلاميذ وهيك عم نعمل، كيف صرنا جامعه؟ سالت اذا خلصت الثوره، الثوره بكفيه معنا لنصير جامعه ولنكبر، لانه من هون ما حفل. ثانك يو. وين 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 عم تدرسي؟ انا بمدرسه حاليه الثالثه. اوكي، على شو انت ثائره اليوم؟ ثائره على كل شيء. مثل؟ على البيئه، على نظام الطائفة يلي صاير، على المحسوبية، على التبعية، على كل شيء، على الفساد. بدي يصير عندي شنهار رئيسي، عبالي اشوف رئيسي شنهار. بولا؟ اكيد. خليكي. بدي تبوسك بس، بدي قد ايه عمرك؟ 16. زقفولا لبنت 16. روحي بدي تبوسك، بتوقف مع بريك اعلاني بعد البريك وتابع